مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض سكراب طبيعي في البيت، مفيد جدا للبشرة، بيفتح وكمان بينظف البشرة، حلو قوي قوي، وفي نفس الوقت بيديها ترطيب ونعومة، بيحافظ عليها من الخطوط او التجاعيد. حلو جدا، تقدري تستخدميه كمان على جسمك كله كسكراب للبشرة وللجسم. كمان تقدري ان انتي تعملي منه كمية، تحطيها كده في برطمان صغير وتخليها عندك تستخدميها مثلا لمدة اسبوع، يعني تعملي كمية تفضل معاكي وقت. اول حاجة يا بنات، قبل ما تعملي اي سكراب او تحطي ماسك على وشك او حتى لو هتدهني كريم ترطيب، بتحطي بتغسلي وشك بالمية عشان الوش لازم يبقى مندي شوية، يعني مش على بشرة جافة. وهنجيب طبق زي ده كده ومعلقة، معلقة قهوة من دي كده، كمان معلقة. السكراب ده حلو جدا جدا، بيفتح البشرة. حطينا معلقة، كمان معلقة قهوة. عايزة اقولكم ان السكراب ده حلو تحط تعمليه لوشك، تعمليه لجسمك، حلو قوي قوي قوي، وبيفتح فعلا. يعني انا بحب الماسكات الطبيعية اكتر بكتير من الماسكات التانية. هنجيب بقى معلقتين سكر خشن كده، ادي معلقة اهي، كمان معلقة. طبعا لو هتعملي بقى كمية برطمان كده صغير وتخليه عندك، هتكتري شوية، يعني حوالي 4 معالق قهوة و4 معالق سكر. انا هيبقى معلقتين زي ما انتم شايفين قهوة للسكراب بتاعي ومعلقتين سكر. هنستخدم بقى النهاردة زيت جوز الهند. انا عايزة اقول لكم ان زيت جوز الهند ترطيب وحلو جدا جدا، وفي بدائل كتيرة. ممكن تحطي زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو برضو جميل وبيفتح البشرة. كمان ممكن تحطي لو عندك بيبي اويل تستخدمي منه معلقة، بس الافضل ان انت تستخدمي زيت جوز الهند او زيت اللوز. في بيستخدموا زيت الزيتون، بس زيت الزيتون انا بفضله لو انت هتعملي السكراب ده لجسمك، انما لو هتستخدميه للوش يبقى الاحسن. لو عايزه حاجه ترطيبها عالي قوي هتستخدمي جوز الهند، لو عايزه حاجه تفتح هتستخدمي زيت اللوز الحلو. بصوا كده، نقلب كويس. السكراب بتاعي جاهز، هنبتدي بقى نفرده مع بعض. قهوه بتفتح وفي نفس الوقت الزيت اللي بنحطه بينعم. شكلي بعمل ازاي؟ طبعا بقى بيشيل الرؤوس السوداء وبينظف البشرة كلها، ومناسب لجميع انواع البشرة زي ما انتم شايفين يا بنات. بدلكوا كده بالراحة خالص شوية، وبعد كده يعني بدلكوا لمدة دقيقتين وبسيبه كده 5 دقايق عشان البشرة تستفاد من الزيت اللي فيه وكمان من القهوة. واهم حاجة مش هتجيبي على عينيكي، بس الوش، بس منطقة تحت العين دي لأ. وبسيبه بقى لمدة 5 دقايق، وبعد كده بغسل وشي كويس وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا بنات، بعد ما غسلت وشي السكراب ده بيشيل الجلد الميت وبيفتح لون البشرة، مهم ومفيد جدا جدا. القهوة كمان بتوحد لون البشرة، والزيت اداها ترطيب حلو قوي قوي. اهم حاجة بقى بعد ما تعملي اي سكراب لازم تستخدمي تونر بعدها، عشان المسام بتاعتك بتبقى مفتوحة، فلازم تستخدمي تونر عشان يقفل المسام. هستخدم النهارده معاكم تونر سكينول بالافوكادو، هقفل بيه المسام بتاعتي. هجيب قطنه صغيره كده زي ما انتم شايفين، شويه كده من السكينول اهو، طبعا اهم حاجه ما تديش عند العين لان ده للوش بس، ما ينفعش ان انت تيجي في منطقه العين. الافوكادو مناسب للبشرة الجافة، ولو انتي بشرتك دهنية هتجيبي قلب الليمون، ده بقى بينظف وكمان بيقفل المسام بتاعتك.
وبيتحكم في الافرازات عشان الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في الافرازات الكتيرة، دهون او عرق في بشرتها نتيجة المسام. فاحنا بنقفل كده المسام بتاعتنا بالشكل ده، طبعا بصوا ده بينضف بعمق جدا. خلاص بعد ما قفلنا المسام بالسكينول بالافوكادو، دلوقتي هعمل ماسك حلو جدا جدا، ده بقى هيرطب. تعالوا نشوف الروتين بتاعي، تابعوا معايا. دلوقتي هنعمل مع بعض ماسك الكركم لتفتيح وترطيب البشرة، معلقة دقيق ومعلقة نشا، اهم حاجة بقى يعني رشة كركم بسيطة خالص اقل من ربع معلقة، هي رشة كده صغيرة، ومعلقة زبادي، كمان معلقة عسل، العسل حلو جدا وبيرطب كمان البشرة وبينعمها، ومعلقة مية ورد. نقلب بقى كله مع بعض كويس جدا لغاية ما يبقى الخليط بتاعي كده زي ما انتم شايفينه وكريمي كده، اقدر ان انا ادهنه على بشرتي على الوش بسهولة جدا. وشوفوا بقى النتيجة، تفتيح وتنعيم، حاجة حلوة قوي قوي. بصوا بقى الماسك ده كله فوائد بجد، الحاجات الطبيعية احسن كتير كتير من الماسكات اللي بنشتريها. يعني مهما كان عندك ماسكات لازم تعملي الماسكات الطبيعية دي، بتبقى حلوة قوي قوي. العسل الابيض والكركم الدقيق والنشا كمان بيفتحوا البشرة جدا. هنسيبه بقى على البشرة لغاية ما ينشف، يعني هياخد له كده حوالي 10 دقايق. وبعد كده بقى بتبتدي تغسلي وشك بمية فاترة مش مية سخنة، بلاش تغسلي وشكوا بمية سخنة عشان المية السخنة بتنشف البشرة جدا. كمان وانتي بتستخدمي اي ماسك استخدميه زي ما بتحطيه على وشك، ممكن تدهنيه على رقبتك كمان وعلى الايدين، لان الايدين بتبقى محتاجة لماسكات وترطيب زي الوش بالظبط. فاستغلي بقى ان انتي تعملي ماسك لوشك وتحطي منه كمان على ايدك اهو. هسيبه بقى لغايه ما ينشف واغسله وارجع لكم بعدها. زي ما انتم شايفين يا بنات خلاص انا كده خلصت وغسلت وشي، بصوا نظيف جدا جدا. الروتين ده سهل وبسيط، وكمان كل الحاجات موجوده عندك في البيت تقدري ان انت تعمليه في اي وقت. هتقدري كمان تعمليه 3 مرات في الاسبوع، مش هيضر بشرتك خالص، بالعكس كل الحاجات اللي فيه طبيعيه بتنور البشره وبتنظفها وبتنعمها كمان، وما بتخليش الخطوط اللي بتظهر في البشره دي تظهر بسهوله، اللي هي الخطوط اللي بتبقى تحت العين او اي جلد ميت. كمان بتضمني ان انت بشرتك تفضل نظيفه طول الاسبوع، الرؤوس السوداء ما تظهرش فيها، المسام بتاعتها تبقى نظيفه ما يبقاش فيها حبوب، لان البشره كل ما بتنظفيها بتهتمي بيها كده بتضمني ان هي ما يظهرش فيها حبوب بسهولة. زي ما انت شايفين نتيجته حلوة جدا جدا، وكمان ما خدش مننا وقت ولا اي تكلفة خالص. اخر حاجة بقى هنعملها طبعا اهم حاجة بعد ما نخلص كل ده الترطيب، انا برطب ببنسينول. البنسينول حلو جدا جدا للبشرة، سعره حلو وفي نفس الوقت النتيجة بتاعته جميلة قوي قوي. الحاجات الطبية الكريمات الطبية اللي زي البنسينول بتبقى حلوة قوي للبشرة، ونتيجتها احسن كتير من كريمات تانية غالية ما بتديش النتيجة دي. يعني انا بالنسبة لي مش بستغنى عن البنسينول خالص في ترطيب البشرة. هاخد حاجة بسيطة، انا مش بنشف وشي قوي عشان تبقوا عارفين، انا بسيبه دايما لما بغسل وشي ما تنشفوش قوي، سيبيه مندي كده رطب وتدهيني عليه المرطب بتاعك، ده بيخلي الوش يحتفظ بالمية اللي فيه اكتر، ويبقى كمان الترطيب اللي فيه احسن بكتير. بصوا احسن كريم ترطيب تستخدميه هو
البنسينول حلو قوي 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 للبشرة، بجد جميل جدا جدا. روتين بسيط عشان البنات اللي بيقعدوا يسألوني انا هعمل كام مرة صنفرة وكم مرة سكراب، كم مرة سكراب في الاسبوع والمسكات وكده. 3 مرات كويس جدا جدا. اهم حاجة بعد ما بنخلص المسكات بتاعتنا والروتين بتاعنا، اهم حاجة كريم العين. انا بستخدم كريم ارجنتو، كريم ارجنتو للعين حلو جدا جدا، الكريم ده بجد ممتاز. انا كنت عملت لكم ريفيو عنه، هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوه. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه تستخدمي كريم عين يوميا مرتين او ثلاثه، اي نوع كريم ترتاحي فيه، بس بجد كريم ارجنتو حلو جدا وكمان سعره حلو جدا. زي ما انتم شايفين يا بنات الروتين ده بيضمن لك ان انت يبقى وشك كده صافي ونقي، ومش هتحتاجي ان انت تحطي ميك اب، يعني هيبقى شكلك كده في البيت حلو قوي. هناخد بس شويه كده مورد، نحط شوية تنت، حاجة بسيطة كده.